تي عرتها للدمية وواحد اللي يري القاعدة اللي ترتها تي عبد الله يسوع للدمية وواحد اللي يري اللي ترتي تنا هذا الله صعدا وما له بحلاقة شيء غير بحلاقة قرآن يادوك تهاي تت محاكم تي للدمية تي أسمرة أنا ومد سومالي إسرائيلي بأن الدمية أنا كل شيء لغو ما أقوله إن هذا حاجة سميستين دلنا واحد نستا ومد إسكاله بعد كتر السن ولي هذا يو عن مرتلي جروب يا عيدا كوسو جيس ذكريه أنا وحكوسو جيسي إن أذكر كتر سنة هاي قلوين دلك أرجع زكاة ما سامع إن أذكر سنة هاي قلوين كله ودلك مصباح صفر دلك سامي سي ما ها خلدن ورت وريات هاي أرنتها خلدن ده بدل نوا كل جي سنة ربوت كواي الله وحياة مونيتورين جروب ربوت كي جولة إيسو سارة أرجع حسنا يقولون شيء إن أنا وحربين يقولون شيء وحي أنت أرنتها من سنة وعم وخلدن هذا كله وهالله وجري إذا ما أجنبي قال دلك ديك بحان دلك أنا بضبط نقول يا مركي ماشي أنا دلك ما لا ما حكنا قدرنا أب جولة هذه هنا هنا جوجان ده وكون كهري كواس معناه ما أديك ما كون كهري يوي ودي ذي كواس أنا دورة شدت كوك جريسة إن إذا ماذا أجنبي ذلك لقى سارو كريم سوى واحد كده عبا إن ذلك يجوا ما يدري شغل ما هذا كور خلاص ما هذا كور خلاص ما هذا تسيكو قلت ما هذا كور خلاص يونان نيشن كا يونان نيشن كور حلوة ريو جنوبي وكتر سيني وهذا ما بسنا إلى واحد ليا ورمغل ذكري وحي ودي سيني هين إلى واحد ونجيان ليش مغل ما أنت دجال سومالي كده عاي ودولد سومالي بربرتي كون يسجال بقول يسجاشن يلا بدي لا جيمس جون قف كهري ولا صدرة سحنون باكو حلي إلا ما أنت يوم وأنا رشوكتا إيش يقول حقلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دوا ذا برنامج شجارة وأنا واحد لين واحد بعد ما شركة دوان كفر ما يكون لما ذي مجال ذا مقدشو أرمها خصية جبلان يجود هان سياسة ذلك الصومالية ماشي إمرسو برنامج كان أو نون قدون هادو إبيد مو برنامج تحرقه كان وياهي هردعي برنامج كأنه غطلا قلني وحا برنامج كإغلاق يبقى هادون هادو إبيد مو دكتور زكريا محمد حاجي عبدي أو دكتور زكريا محمود حاجي عبدي رالع هذا أو صون نقضي وسيركا ورفافنتا دوردي عرطا صون نقضي وسيركا وحبرشادة السرق دوردي عرطا وصول نقضي قسمها وسيركا الرماها ديبادة دورة داس وصول نقضي حلدبان كترسان قولها شعبك دلك صوماليا إيو حلدبان صوماليا دا أفردية جامعة دا عربتا كسو دو زكري برامشكاني صوم ستي بي أما سنت وغورين زكري وحلص عنا إن دلك صوماليا لو قبتي شرر فراد بدن وكلا دوان إلا إيو كو يساقاشن كي إلا إيو كي درها تقول لماذي مغالا دا مقدشو انتاسنا صومالي لسوقو يرايي سي أي سوقو يمادان وهيشيان وضاحضان لحظو غفران محو كا دوان يحي شركان دوان كل لماذي مغالا دا مقدشو شرر كي هوري بسم الله الرحمن الرحيم وانا دي سلام هيا إذنك إيو داود ياشي نقيمة هاله الشعب صومالي الملك ستوشوغو ان طبعاً سيدي دولة الصومالي أبو برتاي بلوغي يكون يسجل بقول يكون يسجلشن كي وشرر بدن بالغبتي وآدو ترى بدن وحيس أبو النايان شرر تلك الدبدي سلو غبتي مركا كان قاضي كقاضي وكجد ويا وحوي تلك الدبدي سلو غبتي إنك استوى شرر كهري ودولة عبد الله يوسفي وعلي جدي ونور عدا يشرين لكن هادنا شركن dalka gudiisa lagu qabtay waxa muhiimka ahi marka ma aha in muxuu aha ayto qabashada shirka waxa muhiim ah waxa ka soo baxa inay wax tarayeen oo wax ka bedelay xaaladda dalka Soomaaliya ku jirtay taas baa muhiim ah shirkan anigu waxaan u maleeynaa dhawaan baan maqlay waqtiga eelaamiye xataa ma dheereen yaani dadku loo geysiyay waxaan rajaynayaa in wax ka soo baxaan oo wax tara oo dadka Soomaaliyeed wuxuu tara inay ka soo baxaan Marjeeniya mudane Zakariye waxa jirta dad fara badan yaa waxa aaminsan yihiin shirkan magaalada Muqdisho lagu qabtay maadaama lagu degdegay in ay ka soo qayb gelin dadkii nasabka u lahaa dalka Soomaaliya qaar ka mid ah marka misleeda arinta darteed waxa dhici karta in shirkan uu shirku degdeg yahay si samayn wayo shirku degdeg buu ahaa sida u sheegtay anaan u sheegay dadkuna way og yihiin هذا أمد الصوماليين نواكلا يعسنتها
shaki kuma jiro in qaabkii la rabay in shir loo abaabulo qaab ka hooseeya uu abaabula ama ha noqoto sida looga qayb galay ama ha noqoto mawaadiicda laga hadlay ama ha noqoto muddadu socday ama ha noqoto muxuu ahaayeto muxuu ahaa waxa kasoo baxay wax badan baa ka dhiman laakiin hadduu loola jeeday inuu bilow noqdo de bilow fiican weeye waxaan rajaynayaa shirar ka dambeeya inay hagaagaan masalan dadka aada u durahaya waxay shir ku durahayaan dadka xoogiisu inay dadka muqdisho degan oo markaa kunoo magaalada muqdisho ku nool hadda qabiil lama jeedo laakiin waxaan u jeedaa mainly wafdiga ka qayb gelayay waxay u badnaayeen ama xildhibaanna ha noqdeen ama ha noqdeen dadkan maxaa la yidhaahdaa ururada bulshada ha noqdeen ama ashkhaas ha noqdeene xamar baa u badnayd masalan gobollada aniga maraan akhrinahayay liiska gobolka baayo kale laba qof baan uga jeeday muxuu ahaayeto sidoo kale puntland dad baa ka yimid marka in xoogga la saaro haddiiba shirka gudaha lagu qabanayo in xoogga la saaro horta kala duwanaanta dadka gobollada muxuu ahaa mawaadiicda laga hadlayana mawaadiic wax taraysa oo xaaladda hadda lagu jiro wax ka bedeli karta oo dad go-aamadaas qaadan karaana ay joogaan oo kusoo biirin kara waxa dhibaatada hadda jirta wax ka bedelaan kusoo biirin kara ayaa loo baahan yahay macnaha ma zakari waxaad aaminsan tahay shirka lama dhamayn maya maya marka macnaha tiri dadkii kasoo qayb gelayay sheekada looma dhamayn sheeko aan fiicnayn weeye oo ana kuma jirin iyo reer hebel kama qayb qaadan iyo waxaas weeye laakiin dabcan waxaan ka wadaa yacni waad og tahay oo dalkii soomaaliya waa burburay dadkii soomaaliyeed waa laysku diray waa islaayeen marka in muxuu ahaa gobollada iyo degmooyinka iyo beelaha iyo maamulada jira intaba si xoog leh uga qayb galaan taasaan ka wadaa dadka dibadda jira waa muhim in loo yeeraa laakiin mar haddii dad badan baa kasoo qayb galay xoogguba wuxuu ahaa dadka dibadda jira iyo xamar labadaas buu ahaa marka in muxuu ahaayeto waqti fiicanna la siiyo oo lasoo diyaariyo bibers lasoo diyaariyo oo mushkiladaha la calaliyo loo baahan aad u leedahay ma garanaysaa iyadan muddo badan la iclaaminaya si dhaqso ah shirka inta loogu dhawaaqay haddana loo fuliyey ma ujeedo kale ka dambeysa aad isleedahay mise waa anugu inay ujeedadu dee ujeedo fiican tahay baan qabaa mar haddii un ummad soomaaliyeed in laysugu yeero ay timaado intay rabaanba ha noqdeen meeshay rabaan ka yimaane horta waa onestab waa hal tallaabo horeya wey laakiin wixii farsamo ah oo xumaada haddee farsamadu way iska xumaan kartaa wixii ka dambeeya in la saxo weeye oo tiyo hore iyadoo la fiirinahayo maxaa ka xumaa waayo inta badan markii shaqo la qabanayo noocay rabta ha ahaado mashruuc weyne ha ahaado mid yar ha ahaado mid dhaqaale ha noqdo mid ha noqdo muxuu ahaa social ah mid science ha noqdo waxaa loo baahan yahay markuu wuxuu dhammaadaan in la sameeyo evaluation ama qiimeyn la yidhaahdo haye maxaa naga khaldanaa maxaan khaladnay maxaan saxnay maxaa naga dhimanaa ha haddii shirkan oo kale la qabanayo in the future lagu soo jeedin karaa erayo waxay isticmaalaan dib u heshiisiin soomaali ah soomaaliya ma dagaashana qof kasta maanta meeshii u doono wadanka ka tegi karaa kaga noolaan karaa ma wayan ku habooneen in la yidhaahdo siyaasiyiinta kala duwan ee dalka ku nool ee la heshiisiinaya su-aashaas waa su-aal ballaaran dadka horta run ahaantii markaynu runta sheegno dowladda soomaaliyana waa la dumiyey dadkana waa la isku laayay dadku waa islaayeen ama gacanshayha ka dambeyso ama iyagu qaarkood iskooda ha damceen laakiin dowladdii markay burburtay ummadda soomaaliyeed isku haysay waxaa dhacday in laislaayey dunuubo badan in la kala galay in hanti la kala qaaday in laysbarakiciyey waxaaso dhanba waa jiraan oo aan hal meela gaar ku ahayna dalkoo dhana marka arinta dib u heshiisiintu waa lafdhabarka waa ku dhameynaya hadda dagaalla socdooda shacbiga soomaaliyeed ka dhex socda oo aan ahayn dagaal siyaasadeed ma jiro laakiin markii hore qabaa'il baa laisu laayay waa adogta sidaa awgeed dalku isuma fura sidii la rabay laysuguma fura mathalan waxaa la rabaa dowladdu inay ka talin karto awooddeeda ku baahin karto dalkao dhan kuma baahsana soo maad garan
in dowladda laga xurmeeyo oo laga aaminsan yahay dalka oo dhan baa loo baahan yahay gobollada kuma baahsana ma jiraanin arrintaas si markaa waxaa kala daatay laysugu soo celiyo laysugu soo celiyo aan dhammeeyo su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiim oo dheer weeye si laysugu soo celiyo waxay u baahan tahay in dadka mar walba cuqaasha dadka siyaasiyiinta maaha hal qolo keliya hal qeyb maaha adu hadda siyaasiyiin keliyaa tiri waxaa loo baahan yahay inta qeybooda bulshadu ay u kala baxdo siyaasiyiin ha noqoto saraakiil ha noqoto odayaal ha noqoto muxuu ahaa beeleed ha noqoto culamad culamaadiin ha noqoto hadda shir culamaadiin baaba socdaan umalaynaya ha noqoto ganacsato dumarka iyo dhallinyarada ha noqoto yacni in aqoon-yahanka ha noqoto qeybaha ummadda soomaaliyeed ka kooban tahay waa la yaqaanaaya in qaabkaas loo heshiisiyaa la rabaa dadka oo haddaan mithaal usoo qaato south africa markii qolada cadaanka xukunkii ay qolada madow ku wareejisay dee dhowr boqol oo sano dad issoo gumaysanayo isleynayo oo muxuu ahaayto dhibaata dhextaal bay ahayd waxaa la furay guddi baa la qabtay la yidhaahdo truth and reconciliation committee oo muddo socday oo laysu qiranayo wixii laysku sameeyey oo qofkii isagu muxuu ahaa tabayay uu sheeganayo wixiisii arrin noocaas oo kale abaa soomaaliya loo baahay lakiin yaa wadi kara weye arrintaa waxaa la rabaa central governmentgu inay wado dowladda dhexe inay wado hay-ad inay leedahay qaran oo shaqadeedu intaa tahay waana mashruuca ugu muhiimsan soomaaliya hadda waayo dadka soomaaliyeed haddaysan dowladnimadu waxa weeye dadku inay heshiis ku yihiin yacni mithaal markaan soo qaado waa shirkad heshiis lagu yahay dadkii shirkadda wada lahaa haddaysan heshiisan shirkaddu shaqayn mayso mid baa la goynahaya mid baa wax ka xadahaya mid baa damage garaynahaya guryihii maogtahay marka sidaasoo kale markaan gaabiyo weeye aan masawir si dadku u fahmaan dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay isku kalsoonaadaan kalsoonidi baa ka dhuntay inay is-cafiyaan baa la rabaa inay wixii ay kala haystaan isu celiyaan baa la rabaa inay kulligood muwaadiniin yihiin oo aysan kala sarayn ee nin walba dalka xaq u leeyahay inuu fahmaa la rabaa sidee ku fahmi karaa waa in maamulka markaa jira ama dowladda markaa jirtaa hay-ad ballaaran intay u samayso la wadaa oo hawsha ugu muhiimsanoo la wadaa ay noqoto iyadoo shaqooyinka kalena socdaan waan fahmay zakariya dowladda maanta jirta ee dalka soomaaliya ka jirta ha yaraato ama ha badnaatee gobollada dalka soomaaliya oo dhan meel laga raacsanyahay iyo meel aan laga raacsanaynba dadku isku dhafan yihiin in dowladdii soomaaliya ay tahayna dadka way aqoonsan yihiin qofkii mucaarada macnaha oo dowladda mucaarada waa meesheedii laakiin dowladda soomaaliya maanta soomaaliya min gees ilaa iyo gees qof kasta wuu ogyahay inay jirto dowlad soomaaliyeed macnaha dowladda soomaaliyeed miyaa la heshiinaysa siyaasiyiinta kale ee kasoo horjeeda waa su-aasha waxaan u dhigay shacabka soomaalida ah maanta meeshaad doontaad mari kartaa soomaaliya adoon cidna ku maagin cidna ka hor iman cidna ku waxyeelin cidna dhib ku geysanin anigu waan tegi karaa meeshaan doono marka shacabka isma dagaashana ma siyaasiyiintiiya intay wada hadlaan su-aasha imaan jawaabin siyaasiyiintii miyaa heshiinayaan ku ihi maya saama aan isfahamno waxa weeye kaba soo qaad muqdisho baa dowladdii dhexe fadhidaa waynu soo maray dowladda xoo dalka xukunta qof kastaana ku nool magaalada muqdisho maanta waa ogahay dowlad dhexe oo laakiin mushkilad weyn baa xabar jirta waa inaa ogtahay taa waa inaa ogtahay waxa weeye mushkilad amni baa jirta ciidamo ajnabiya dalka jooga maqlaysaa madaxdu siday rabto uma socon karto dagaal waxaa socda dad soomaaliyeed oo dalka jooga ay dagaal ku hayaan dowladdii maqlaysaa dowladduna ay la dagaalamayso oo weliba ciidamo ajnabiya ay wadato ciidanka waxaa garatay aan dhameeyo ciidan ajnabi dagaal ammaan ma sugee ciidan ajnabi ammaan kuu sugi maayo ciidanka dalka iskale dadka dalka iskale ammaan suga ilaa la helo shacbiga soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inay ammaanka iyagu sugaan ammaan ka samir sababta waxa weye ninkan ajnabiga ahay maba xukuntid adugu waxaa laga xukumaa nina addis ababaa laga xukumaa nina nairobi baa laga xukumaa nina kambala laga xukumaa aan dhameeyo waa mushkilad amni taasi aan u iman doonaa arrinta dib u heshiisiintu waa runtaa dagaal qabiil ma socdo laakiin qabaa-ilkii qabiil walba meelaha intooda badan calan buu surtay madaxweynaan leeyahay buu yiri wasiiraan leeyahay buu yiri adduunkana hal madaxweynaa dowlad kastaa hal madaxweynay leedahay hal nooc oo wasiiraa bay leedahay male 20 dowladoodoo midba calan u suran tahay aw marka heshiiskaheshiis arrinta laga hadlaya taa wey in dib loo heshiiyo waxa weeye hal dowlada in la hoos yimaado wey maaha siyaasiyiinta ninka mathalan kaba soo qaada adugu haddaa inta reerkiina u tagtid tuuladii aad lahayd calan ka soo ratid oo tiraadid madaxweynaana dadku hadday dowladda dhexe aaminsan yihin waa ku diidahayaan laakiin hadday ku aqbalaan dowladda dhexaysan aaminsanayn wey maqlaysaa warkayga
هذيك أقبلان هذيك أقبلان فيري مامل أو مامل دولد هوسي ماذا ها لكن مامل له علم بان ليه أو مدحوينا ليه أو وسيران ليه وأنا دولدها لشرة كريه دلك كجرة أو رنوي هوسي ماذا دولد أنت أنا كأي سمع لان لما أنت ضبي هوسي ماذا دولد وحاجرة بلا بلا وحاجرة وحنا وحليرة وحاجرة وح دجور ليرة هذا يوحليرة دي فاكتو قانون أهان الدين كسومالية دولة هل دولة بوهايستا لكن أنكو مركينو شو ندلك أما سومالينا هاي على مال لنا على مدى عسي وحي ويقيان مدن مدي قرن مدي دولة مدي هاي بدي دولة أودي دولة مغلسة وركي محي الدولة وقبع هانتها هادي سيدة سيئة سيئة جرتو إن عيدا الأجنبية دلك تشوه وما بعناتين دادك سوماليات ديري دادك سوماليات دقال باكا نحسعو دلك زكري داد سوماليات دقال لما يهد ماذا دلوشسين باللوب با هيا هل كاوهي ماشان كادل يهد داد سومالي زكري ما دقال لما يهد واحد دقال لما يهد سياسيين سيستوي زكري سياسي كل يسعودة أنا بلا سياسي كل يسعودة وأن تاغيرا هيسان ما دقال لما كرا أنا أقولي أكو نقطة هذه. ما ما دعي كرتوا صن تجاري هي سن معناها. وكامل. مركضات كيو تجارك هايستا. وحاجته ذكرية دولتي لوصل للسي أرتاع يدوسير كاهت. دولتي وحيت من مجال المقدشون. والشقين كرويسي أذان وسير كاها. وحقو عن وحد أبا هنا يدين. إذا ما أجنبي أه أمان كدلك الصغع سئل وعقدك أتعب ما شفت مرك إذا ماذا أجنبي جاء ما أفكا يقلن خلاه ما شفت ذكرية إذا ماذا أجنبي ما عندلك الجوع وحين صور تقليين إن دولد أي مدجرته فيري أردت أن ويكل دون تاي وقت جا يجي وقت هذا دولد أنا جرته أنا وقت جا يجي هل حافظ بجكتين خلاه أنا وقت جا يجي مجرنين دجال صعدة وحبضة أما قبلي هالنقطة أما سياسي هالنقطة أما أي دولة هالنقطة أنا كمل ما ما مشيت وحبك كم مشيت أنا وزير بنك أحد دقمك السنوات تيجي دقمك السنوات تيجي ما كل حرين مقالد مقالد ما كل حرين خدك عجارة واهر ولا ما ذي مركب أنا وتقني مغلسة أوكي هذا واحد شرا جنوبية سومالية أو هو بيسن والدولة ده يسنو تلين وقارك الدولة ده قال ما يا وشباب كم يدين سوما وأنا ضد سومالي وكو واحد شرم ميلاب تربض أنا يصير دولته كتل ما ملود أسيجسي دولته شقابك ماله أيه فيري دولته شقابك ماله ما ملود أسيجسي ما أنا مجا عابن ما لقانا تشن ضد كميشة دكان بع سمايستي هداي سمايستين عند مايو عند مايو ضد كاس هداي سمايستين هدي دولته دحاء أيو أركان دولته ودرهنا إني تاي ما ملود أسي هداي سن هوس من دولته ضد كوه قاعيا ما قلت أوكي هو سماشون معناه ذو حويه إن عيد مالي سكوميديهين إن غاليه سكوميديه وزارة مالية دا محوها كسب ميسو خزنة دا حي وحي محوها نغاله ذلك القصة أوروبي إن دولسكي يو دبلا من تجي اسمه يو دبلا من تجي دولة دا حي كسب بحيسو ويوجد بنيسو نغاله هسمر كسوشو ما إنا يقبل هذا سيئنا يسوع إنا يقبل هذا سيئنا يسوع تاني سمعت استمر هوش الدولة ما أنت وده حلاص عنا إن مجال لك اسمعيو إيربورك يتكد ما أنت لجو ريجن دونا لوين دولة نحية سوماليا أيضا إمامور دونتور هلا برس برا هب كاس هلا مو صعبة زي كده اسمعيو نم بين لحقة هاي وإسكالا هذا وشعب سومالي ليه وما حد كده إيربورك شيء يسا أي قال لكن كده إيربورك مفيه ما وين هين هشيس أو دلك أنت سكالة هشيس كهذا جوبا يسوق الشيء الدولة ده إن مملكة إيربورك يتكدى لوريجي دولة ده حي سمعين أنا أرنتا ما فهمت تاسو أصول لبين زكريا ما أرنتا تاسو أصول لبين ما فهمنا أرنتا سفيري دولة دالك ولا نبي دولة ده وذكرى إيربور معها أصول لما دونا زكريا تاس معناها وحاجة تا أديك هذا أتكلح اللي حني سا زكريا أيضا كأجنبي جاء إنه نعويه أما الصومال ده عويه دالك ويمت هديه وكتبه مجلس الدولة ده مجريسو في رمي ذكره دولتي أدو أدو هذا شو شو هذا إنسان أو دولة سيرك كأهل ذكرية ما أي أنت كن مدحتو هذا ما أي أنفرس مدحتو هذا ما ح صافت ما حيت هاي وإحنا عاوين بيسين فيش كوا كلك مركا وضطنا عاويه ويا ما هي ما أها ولا واحد ميسا أرت هدي إنه كهذا الله هدي إنه كهذا الله شو شيء محوها إنما مملها هي إيه إنما مملن
موضوع لا يهل الكهرباء ما الدونك أو رم دولة بقول يسديتني أفر دولة بعد دونك كشرت دولة دولة بنا يلا اسمها مشا ما لنت هات الشيء ويرتيد وقولوا يجي إيه ما عمل تراهيد حتى هدا هو هيست أنا خير كوه هيسو وحنكون شيء دبت وين أو ذلك كشرت أو حوية شو جتان كإذا ماذا أجنبي قا سببت وحوية دت كسواماليات دجالك أي وذان قاربة وحي أمسين قارا ذلك يجي شوكت هدان إذا ماذا سيشوجين نمن كحشده دوا بابي راي واي مسؤولي ولا دري راي من الحيوان الصومالي رئيس الوزراء الصومالي برلمان الصومالي ولا دري كران نو ما لا دري ران لا ما دري كران حشده أي كل دجال الله ميان وحبض دكوا وسعته وأدو دجال هذا وأدو الصومالي كل دجال الله ميان وحوي إذا أجنبي يا شوكة مشكلة ده إنه واحد يكمل على تي بعدين إذا ماذا توبي ماذا واحد سواهري ماذا حتويه يحكم تيجي ما حتويه هرت دكتور الصومالي أمريكا شوي نيمان حالدا أنو أرتب مركانو كنيمد أنو نيمد وحي هيد دلكي ونيمان قبل يال دجال اللي راهدو ودولة دهرو بربوري أي قرب من الهستان كواسان مرك سف جروين تاسا كنتي إن أنو نيروبي شر هالو قبتن راهنو وأي كسر بحد دولة دي دم عبد الله يسوع ماذا حد كاه تاس مرك هو بروسس يعني حالد وحي جيني أنت عند الله القادر هيك هذي انت 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 انا لدى على من هاي نكر ما رحتوا لها هيستا وبختينا يا انت لدى على من هاين ودجال كو قاعد لهاين دت كاس ميلها كلا هيستا وحن دور بدني انا ندبه شين عن كحيك سنو لكن ماش عن خلنا وحي هاي دبه شين دبدعة وحم كيانين وحم سو كرين بدن دبه شين جدها بيدنا قبلنا وانو نراها سوامالي يقول كان يمكن كاسكله annagu xilka in yar baan haynayna hadda rabtaan nagala wareega laakiin heshiis dawladda xana sameysay oo kulliga wada leedeen meeshan khaladna halkaas ay ahayd Nairobi baan la tagnay Nairobi markaan la tagnayna ajnabiga baa gacanta nagu qabtay ajnabigeena waxa uu noo soo dhoobay saasan ku nimid maalinta dambana ciidamada ajnabiga ayuu dalka qabsaday now qabsi ciidamada ajnabiga ay waxay keenan dadka Soomaalida inay la dagaalamaan oo yiraahdaan ma anaga Itoobiya dalka ay qabsanayso dagaalkii waxa ka dhashay dadkii dagaalamay waa kala jabeen waxa ka dhashay qolal ah maya ciidamada ajnabiga ah noo joogay sida hadda adigu leedahay oo dawladda ha difaaceen iyo qolal si anaga muxuu ah dagaalka waa wadayna ciidamada tan ajnabiga ah oo gaalada ah dhulkayaga ma joogayaan arinta weey mushkilada hadda Soomaaliya haysata xabadda ka socota Soomaaliya weey oo maalmo wax la qarxinayo taas baa wax loo baahan yahay si wax looga qabto si wax looga qabto koow dib u heshiisina la galo wada hadal la galo labo in laga maarmo ciidamada ajnabiga ah dib u heshiisiin ciidamada ajnabiga ah in laga maarmo iskari dib u heshiisiin Soomaali waxbada baa loo qabtay waxbada dib u soo sameeyay yaa qabtay ka adiga ahaan Zakariye hadii hadda maanta madaxweyne laga dhiga Soomaaliya ciidamada ajnabiga wada kamay joog lahayn miya aniga barnaamijka anuu horta waa tartamay waad ogtahay waana leega adkaad aan dhameeyo maantay waa ma sanad baa buuxsamay maalintii doorashada xamaran ka galay weey oo lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh tobankii bishii sagaalad bay ahayd ee sanadkii soo dhaafay anuu waa ku jiray anuu barnaamijkayga baarlamaanka horti san ka sheegay wuxuuna ahaa shacabiga Soomaaliyeed inay iyagu ishukumaan dawlad iyagu ay leeyeen dhistaan anigu ma qabo mana suurtoobaysa waa ogaan doonta ciidan ajnabihi inuu inta dalku dajiyo aad ku raaxaysatid waayo madaxu kuntid adigu fiiri sarkaalka Ugandaiska oo xamar ciidamada haysta jananka ah maadaa xukuma mise waxaa laga xukumaa meesha la yiraahdo Kambala maadu amar ka qaadanaya mise jalankiisi Kambala joogay oo aan Soomaali shaqo ku lahayn aan warar uga Afrika war midowga Afrika raalaha midow Afrika iyo dadka ma soo diray ciidamada ka sii amniga Soomaaliya iyo midow Afrika waa dad waa dadka ba sameeyay kuntun iyo saddex dowladood weeye isku siyaasad maaha shaqo isku male waa UN to kale UN taa waxa buugatid waxa weeye ciidanka sayidka kale oo kala noqonaysa adiga waxa jirta waagi aad asmarada aad deen waxa noqotay nin ka soo horjeeda dawladdi meesha laga dhisay waxa aad aadi asmara xaq baan u lahaa asmara markii aad aadaysayna waxa gudoomiyay idin ahaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed adiguna waxaad u ahayd ku xigeen asmaraha shirka ururkii isbaheysiga duu xarunta Soomaali markii la sameeyay asmara lagu sameeyay adiguna gudoomiye ku xigeen koowaad baad ka ahayd ururkaas ma idinkaan isku mowqif ahayn ama wax aad ku heshiisay yaan jirin mar hadii gudoomiyahaagii adiga ku xukumay oo dalkii dib ugu soo laabtay si dalkii xasilloon loo sameeyo madaxweyne noqday waayo adiga aad u hartay taasi waa cilmi dheer waana la ogyahay Soomaalidu waa ogtahay
anagu asmara waxaan ku tagnay horta maxaakim iyo waxaanu ahayn baarlamaan ka soo tagay bay dhabo waxaan ugu soo darsamay dad Soomaaliyeed oo qurbaha ka yimid iyo kuwa gudaha ka yimid ururada bulshada waxaan anigu uga tegay laba waxyaalood bay ahayd waa mare ciidan ajnabiya oo waddan aan darisnahay oo muddo badan wax isku haysanay oo muddo badan dagaalna dhex socdeen oo interest gaar naga leh ayaa dalka soo galay oo qabsaday hadda ma ka baxeen maya aan ku dhammeeyay hadda sababta su'aal bay weydiisay horta su'aashan kan ku dhammeeyay meel kale ayaan u boodinay ciidamadaasi marka inay dadkii Soomaaliyeed laayaan oo dalkayga qabsadaan waa diiday laba arrimood mid waxa weeye waddaneedaydan ii saamaxaynin magacayga inaan ku keeno magac anigu aan ku jiro dowladda aan ku tirsanaa inaan dalkayga ku geliyo gumaysi istimaar midda labaadna ilaahay agtiis weeyo anuu qur-aankan aqaanaa diintan aaminsanahay ilaahay intaasoo ayadoodba wuxuu ku sheegayaa ninkii qof muslima u adeegsada gaal ya helunaar wey lafahaygana waa badbaadinayay ili inaan dhimanahayaan ogahay laa yatakhidi lmuminuuna alkaafiruuna awliyaa min duuni lmuminiin waman yafcal dalika falaysa min illahi fi shay fahuwa minhum maqlaysaa labadaa arrimood khaas bay ii ahayd waddaneed iyo diin bay ahayd arrintaas waxba kama jiraan arrintaas waa la codeeyey baarlamaanku baarlamaan shacab doortay ma ahayn xaqna uma leh waxyaalaha ku xiran madax banaanida qaranka shacbiga soomaaliyeed oo dhan referendum laga qaaday keliyaba xaqu leh aan dhameeyula adugu aad ka mid tahay markii laga qaado afti ummadda soomaaliyeed oo dhan oo ay tiraahdo isticmaarna la geliyo waa macquul laakiin baarlamaan aan shacab soo dooran oo nairobi lagu dhisay inta meel lagu soo aruuriyo oo la siyaasadeeyo oo weliba guddoomiyaha baarlamaanku uu qaabeeyo xataa doodu sida u dhacday aandhameeyoaandhameeyoaandhameeyoaandhameeyoaandhameeyo ma soo doortaan shacabka ee odayaasha dhaqanka soo doorta baarlamaan ka soo qabgelaya ilaa iyo hadeer soomaaliya hadda waa arrin xaalada aan ku jirna darteed weeye waxaan loo soo doortaa waxaa loo arkay inay yihiin kuwii hogaamin lahaa dadkaasi ka tirsan yihiin fiiri xaalada aan ma waxaa khaldanaad leedahay odayaasha soo doortay nimanka baarlamentariga maya nadaamka o dhan baa khaldan wuxuuna ku khaldan yahay xaalada aan ku jiro darteed baa sidaan loo sameeyey doorashadu caadatan waa taqaanaa adduunka oo dhan qofka constituency buu leeyahay degmaa laga soo doortaa intaasoo kun qof baa soo doorta shacabkaa soo doorta baarlamaanka taasaynu isku haysana haddaxaaladaynu ku jira awgeed waan ka tirsanayno duruufta aan ku jira awgeed yaan waxaan rabnay inaan dowlad rasmiya sida midda hadda jirto kale ku gaarsiino intaanan tii gaarsiin baa ajnabi loo yeeray kaalayna qabsadaa la yidhi oo dadka gafuur ka garaaca taa wey anu middaan diiday ma maqlaysaa hadda ma fahmto nabaddii uu qaatay guddoomiyahaagii maxaad adigu qaadan weysa nabadduu qaatay xaaladii aan kaga soo baxay dalka laftigeedii buu qaatay waxaweyqaatay in ciidamada ethoobiya ee ka bixi doonaan dalka soomaaliya fiiri waxaan kuu sheegayaa arrintaasi waxay ahayd waa nala kala jabiyey markaanu adkaanay oo saddex bilood urur ku dhisnaa ayaa dowladihii mashruucan mas-uulka ka ahaa oo weliba dowladaha waaweyn ahaa iyo kuwa aan dariska nahay waxaa la yidhi xaaladan khatar bay keenaysaa waxay soo celinaysaa oo nooleynaysaa somali nationalism wadaniyadda soomaaliyeed bay soo celinaysaa dadkii soomaaliyeed oo dhan baa israacaya gobolkuna khatar buu gelahayaa dadkaan aan kala jabin oo maxaan ku kala jabinaa aanu cayrinno cidda markaas xukunka haysa cabdullaahi yuusuf iyo nuur cadiya hal cayriyo ayagana hala keeno ayaguna ha ogolaadeen ciidamada ajnabiga anugu marka waxaan diiday ciidamada ajnabiga ahaayo anugu laba xildhibaana baarlamaanka soomaaliyana ka tirsan bay dhabo kii carabtana ka tirsan taan diiday ma yeeli karo inaan haddana kusoo noqdo oo ogolaado ciidamada ajnabiga ahaa maya macquul maaha ma yeeli karaan haddeerna anugu waxaan usu sharaxay baan kuu sheegaya wax kale ma ahayn waxay ahayd soomaalidana dib u heshiisiin inaan ka dhex dhigo ciidamada ajnabigaana waa mahadsantahin inu dhaafo haddeer baan aaminsanahay sidaas hadda haddii ciidamada dowladda ciidamada ajnabiga ee dalka jooga eena ilaalinaya walaalaheena dariska ah haddii maanta ay ka baxaan magaalada muqdisho de maanta ka baxaan ma waxaad leedahay nabad baa ka dhacaysa muqdisho waxaad tiri hadalkaaga waxaa ku jiray magaaladasabaab baa jooga waaajoogaa la dagaalamaya dowladdaa joogaa tiri hadda nimankaas aan rabin xasilooni dalka inuu ka dhaco dowladdiina ayna haysanin awood ku filan oo ciidan militari ay ku samaystay waxaas kula dagaalanto in la cawiyo maxaad ku diidan tahay fiiri mise adiga mucaaradmaya adeer mucaarad maaha adeer mucaarad maaha adugu xaqaagii baan u doodaya adna xaqaagii baa diidantahay mugta anugu waxaan aaminsanahay
haddii ciidamadaasi baxaan xujo lagu dagaalamo oo shabaab dowladdu kula dagaalanto ma jirto. Hadday markaa dowladda la dagaalanto, dadka soomaaliyeed oo dhan baa shabaab la dagaalamaya. Waana ka adag yahay dadka soomaaliyeed shabaab. Hadda waxaa lagu dhowraya dadka qaarkiis ku dhowrayaan oo ama dembi kaaga yimaada oo dadkii waa dad soomaaliya oo ciidamo ajnabiya waa joogaaniin oo annagaaba soo aragnay, yacni madaxtooyadaa tegaysaa, wasiiradaa tegaysaa, ciidan ajnabiya ka hor jooga. Anigu dadkayga aan doonayay inaan muxuu ahaa dhibaatada ka saaro, sidee baa nin ajnabiga ugu maraya oo u ilaalinaya aniga? Ma jirto waxaas. Mid kale ummadda soomaaliyeed soddon sano dowladda ahayd adeer u gacli. Dad fara badan waxaa jira. Waa cay haddii la yidhaahdo dadka soomaaliyeed iskuma fila, cay weeye. Waana waxa layna ka dhaadhiciyey. Waxa weeye dadka soomaaliyeed way isku filan yihiin, waa dhisan karaan dowlad. Tii cartaa la dumiyey oo waxaa la yidhi Alqaacida la jirta, tii Cabdullaahi Yuusuf baa la dumiyey oo weliba iyaga la jirtay, tana hadda loo socdaa oo maalin walba wax laga sheegayo, wax laga qoraayo aad og tahay. Dad maxaakimtii baa la dumiyey, tii asmara annaga oo ummaddii soomaaliyeed israacinay baa nala dumiyey oo nala kala jabiyey. Laguma ogola inaad waxaaga samaysatid, dalna waxaa dhista ummadda iska leh baa dhisata. Marka haddaad aaminsan tahay, haddaad aaminsan tahay in ciidan ajnabi wax noo samayn karo, waxaan ku leeyahay waa khaldan tahay. Intii arrintaa aaminsan waa khaldan. Sidaadoo kale u hadlay oo yiri ciidamada ajnabiga dalka hadday ka baxaan, dalkeena nabad buu noqonaya. Markii meeshii ama dalkii ay meelo madax ka noqdeenna ogolaaday ciidamadii inay joogaan. Dee waa kuwaan ka haray kuwaas. Macnaha ma adiga. Maya, kuwaan ka haray wey, waa diiday kuwaas anugu. Doorashadaad ku gelaysaa in ciidamada ajnabiga dalka laga saaro oo keliya, mise waa wax ka daacada in dalka inay joogaan ciidamada ajnabiga? Maya, shaqaan baa uga tegey. Anoo xildhibaan oo shaqaynayo oo jaamacadda carabta maalinna jooga, maalinna baydhabo jooga, yaan ka tegey. Seebas ay iga dhabahayn intaas ka badan daliisha kale oo haystaa maxay? Daliisha ka weyn taas maxay? Group UN ta oo ka tirsan oo la yiraahdo UN military group yaa eedeen kuusoo jeedisay Zakariya. Eedeen waxay kuusoo jeedisay inaad ka tirsan tahay qolooyin dalka argagixiso ka ah. Maya, saa maya. Inaad ka tirsan tahay qolooyin kale oo wadanka musuqmaasuq fara badan ka samaysay, ma kusoo gartay arrintaa? Maya, ha khaldin horta, wariyaa tahay arrintaha khaldin. Dad badanna waa ku dhegaysanayaan, ribootkii waa yaalla. Waxay ahayd monitoring group ribootkii July ay soo saareen. Argagixisana iguma sheegin, inaan wax kharibayn iguma sheegin. Waxay igu sheegeen oo yiraahdeen ururkii Asmara ka dhisnaa oo duuxoreynta Soomaaliyeed ayaa dowladda ka mid noqday oo la taliya oo wax u sheega. Ma garatay? Taasna anigu waxaan u arkaa inaysan wax xun ahayn, waayo anagu dee waxaan wax xun baan mucaaradnaa, waxa fiican waa raacayna. Dowladdan waxaan u aragnaa haddii dadka Soomaaliyeedna ilkaha ay ku qabsadaan, taageeraan, madaxduna ay si fiican u shaqeyso, inay noqon karto dowladdii Soomaaliyeed midabada oo asal. Aniga eedeyntay isoo jeediyeen waa taas baan ku yiri. Zakariya waxay yidhaahdeen isbahaysiga duuxarinta Soomaaliyeed buu madax ka ahaa, isbahaysiga duuxarinta Soomaaliyeed waa soo wada galeen dalka, dowladdayna la shaqeeyaan. Muxuu ahaayto dadkaana waxay barnaamijka u diyaariyeen, dowladda lafteeda eedeeyeen oo madaxweynahay caayeen oo dad badan bay wax ka sheegeen. Waana naqaanaa monitoring group, waxay u shaqeeyaan hay-adaha intelligence-ga dowladaha aan rabin Soomaaliya inay dowladda ka dhisanto. Fiiri, mar walbana saasay yaalaan, tii ka horreysay, mid walba saasay yaalaan. Waxbaa la xaday, kana la sameeyey, hebel baa waxday. Inta Soomaalida oo dhaqdhaqaaqaysa oo dhan bay dilaan, waxaana weeyaan dowladda u dhismin. Annagii macnaha character assassination wax la yiraahdaa jira, yacni sumcaddooday dilaan baan ka wadaa. Dadka xukunka markaa hayay ama shaqeynayay ama muxuu ahayto ayay sumcaddooda dilaan, sababtuna wax kale maaha. Yaan Soomaaliya dowladay u kicin, ilaa mar walba intaada dhaqdhaqaaqaysa haddii la eedeeyo la yiraahdo ama waa tuug ama corruption buu ku yimid ama wax buu qasaa ama waa qaswale, waxa weeye dee dowladdii socon mayso. Laakiin alxamdulillah waa laga jawaabay. Hadda dowladda waa la beri yeelay, hay-ad dhan oo xisaabaadka adduunkaaba beri yeeshay. Aniga laftigaygu muxuu ahaa warqadaan qoray, waa dacwooday UN-tu. Hadda wadahadal baa noo socda, looyarana waa qabsanay. Ma garatay? Waayo ma dooneyno mar dambe inay danaha iyaga iyo arrimaha dadka Soomaaliyeed wax lagu duminayo, iyagoo u shaqeynaya ciidamada muxuu ahaa sirta oo Kenya iyo Ethiopia iyo Mareykanka iyo Ingiriiska. Waa kuwa waxaan diyaariyey, kuwa hadda kaa leynay wey. Ma dooneyno inay muxuu ahaa arrimahayaga inta faragashadaan ay dowladdii dhalataba lugaha ka gooyaan. Ma dooneyno, uma dhisna in ay dowladdu miyaan
ماذا كور خلاص ماذا كور خلاص ماذا تسيكو قات ماذا كور خلاص يونان نيشن كا يونان نيشن كور حوية ريو جنوبيه وكتر سيني هاي ورهاده مقلس ما إليه وحليا ورمغل زكري وحي قولي سينيهين إليه وحونا جيان لقيش مغل صفة عني لقيش يوان يا أفريكان يونيون إيقاد هدام مقاشي الدولة ما دولة مالي دولة يسوتوا كالدنوي وأن حتى أيوه يفهم سنة أيوه حتى يفهم سنة ورما كنسوش المجرى دقيس كنسوش الدولات بعلاه وحوله هذا الله سنة واحد إسقاه استا أرنت سوريا ومرينك يمحوها روسك تشاين إسقاه استاني إنجليزي فرنسيسكو وما ذاك كلام دنوي وحنا نشقى إسقاهين عدة فرق شذانا أنا بما عدة فرق شذانا هراء ما كعده دلالك وحي كل سيهين أيقى اسمه ملا وما بله بأم ملته دولة بله بأم مشا لكن هدي اللي يراه ذا UN يكال UN وابقول يسديتني أفر دولود ومتبدن قارة لذلك ما يمغلسا ما لنتي دقالك سوماليا كدعي ودولود سوماليا بربوطي كون يسقال بقول يسقاشن إيا لبدي لا جيمس جون قفك أوريه لصدره سحنون باكو حيلي إلا ما لنتا إلا ما لنتا UN وانا رجوكتا إيش يقول حي قبطي هدي إلا ما لنتا إلا ما لنتا يسوك عن الدنيا أنا بمويلو إلا ما لنتا رالهو 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 بس ما لدي اسمرا سحبه هذا العدو عدو باق بصلي ذلك عدو كان عدي قعنت سينيسا سيدان أول بقية قعنت سيني ذكري نبكى يونان نيشن ما حاليني ورطو 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 سليل منه وحنا إسرائيلين هداد يو انت الدولدنا وقدكتت إي أفريكان يونيون وحوية والخال بنتا هدا أورك من يقدر دولد باكو جرت وان سوالي كترسم ودولدها دولد سوالي كترسم دي سوالي دولد بما حد سوالي واد بعض بعضي ويت هاي دولد ويت هاي كتر سطح معنا دولد كستها كتر سيبان دي الشكال سوالي عدل الله كلنا هاي زكريا جات كاسم يسكو سياسة بامر سكو مالو حكا أركان وانا اما ها كأركان اما يين كأركان لكن كونستيوش باجرة مغل 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 إذا تي فيغان دات كسوماليات وحال الربا إنو وحبرو نوت إنو هلايو وقربو وچيديو وحاوية سوسو سوسو بيسن هاو شيغن انترناشنال كوميونيتي waxa la yiraahdo iyo waxa uu in la yiraahdo dalmaku u dhiseeyso afrika dalmaku u dhiseeyso konton iyo saddex dowladood konton ma ku caawinay waxay ku caawin karaan marka dowlad leedahay oo dowladdaasi ay la xajooto oo ay tiraahdo waxaasna ma rabno waxaasna ma rabno fiiri 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 dowlad marka leedahay waxaasna hadda fiiri zakiya macnaheedu leey kala galnay ma 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 inta san dhameeyay ciidamada afrikaanka oo xamar jooga iyo dalka waxay qaataan 1700 buqata iyo 1500 askari oo dollar askariga Soomaaliga ah $100 hata ma u helo haduu helanayo alaab ku helaa ama $200 ama $100 ba $300 dawladda Soomaaliya waxay kala adahay war lacagtan aad ciidamada ajnabiga asiinaysan oo ciidda ka batay oo ku kulanaysan oo gafanaha ku noqday wax badan aan qaban muskeed aan ciidamada ku dhisanayna siiyo waa ka marmina ciidamada ajnabiga marka ajnabigu hadii ajnabigu haduu khayr leeyahay intu ku siiyo lacag ku dhigaa maamulo dawladdu waxay u dhaqaaqdaa wax kale maaha waa curyaamin weeye ajnabigaas curyaaminayaan zakariya taasta way maantaa dawladdan way bixin doontaa mushaarkooda ciidanka Soomaalida markii ay gaarto inta ilweyn isaga tagaysa sugeyna waxaa jirta dariiq sidaad banki muntahay baad u hadlaysa adigu dariiq dawladdu maanta ku socoto ya kana da sakarna zakariya waxaa kale oo jirtay in wada hadal dib u heshiisinta ka horeeyay oo dhaxmaray Jubba iyo dawladda oo ay ku heshiisay dalka Ethiopia sidee u aragtaa heshiiskaas anigu xamar baan joogay markii mushkiladda Kismaayo socotay waxaan kula taliyay dawladda inaysan dagaal Kismaayo ka gelin waxaan kula taliyay dawladda arinta Kismaayo inaan laga dhigin arin qabiil laga dhigin waa dan nooguma jirto dawladana dan uguma jirto shacabka Soomaaliyeed dan uguma jirto nasiib wanaag talaabadaas ah in wada hadal la galo way qaaday dawladdu wayna ku mahadsanta laakiin anuu ma rabin in Soomaal lagu heshiiyo anuu waxaan rabaa in Kismaayo lagu heshiiyo ama Xamar lagu heshiiyo hadda arsaa waxa ku yaala in muxuu ahaa wiil tikreeyay dhexdhexaadiyo dad Soomaaliya oo isku afa oo isku dana oo isku diina isku dada oo isku dala aniga ma ila fiicnayn laakiin in heshiis ka dhaco meeshaas oo aan dagaal ka dhicinin oo muxuu ahaa axmed madoobe iyo maamulkiisa iyo dowladdu ay heshiiyaan anigu waa ku taliyay waana ku aad iyo aad baan ugu taliyay dowladdana waa u sheegay
خالد كافيري مركاد مركاد أنت وح سحديد وح وين خالديد وها بروبلم وقت هاد هشيس بعد عيب وحن رجينا يا هشيس كاسي إنه ديجي كسر إكس ما يعني شو تيو دتشي أنا ذلك شيخ أحمد نوح تشوجا ميش اللي راه وحن سيد هذا اللي شيء and أرنت أول صور دافي وحن رجينا إن وح هذا كذب بيا أنا أدي سوانا أوباهن نيروبي أوباهن يوغاندانا أوباهن إدلك إن جوديس أنكوشين تاوي مدى عقله كتيرة مدى وحكة إيمانيان مدى نتيجة يالانيسة مدى دولة كل اسميسة تاوي وحاجة تذكرية قضية صومالية هاتهاي ناس سياسية هاتهاي لأن أقول لنظر إلى أرمها ذلك صومالية كان لحيا هاتهاي وحاجة تامركي ما أنت لغصور لما ذي أرنتي كسمايو إن قضيال جوغة بايدة بقى كاخد دين جيسين تكد عدي كسمايو ويكسور جيستين محاذو أركتها een horta maadaama aan dowlad la'aan ahayn dhowr iyo labatan sano dowladda hadda jirtaana ay bilow hadda tahay tobar badan aysan lahayn uleyska saarana uu aad u weyn yahay wax isku biiray wax xumaato ah oo biiraysay 23 ka sano iyagoo aan dhaqaalana haysan een muxuu ahaa xafiisi haysan ay dusha ka saaran tahay haddii maalin walba kulli waxa dhacaya waxyaalo dadka qaar ku diidan qaar koodna raacan anu sidaan ku sheegay ismaay in loo heshiyo oo nabad ka dhacdo oo dhig Soomaaliyeed uusan ku daadan baan la jiray kana shaqeeyay haddii dadka baydhab ay wax tabanayaan xaq bay u leeyihiin laakiin tabashadaasi waa inaysan ahaanin mid burburinaysa dawladdi jirtay mid nidaamki inoo dhismahay burburinaya mid tartiib looga wada hadlo xaq maqan in laga dhageysto in wixii laga xalin karo la xaliyo inuu taasan qaba waxay ka eed sheeganayaan anuu ma aqaani adiga hadda ii sheegay laakiin eed sheegayaal badan baa jira oo hadba qolo markii qolo la heshiyo qolo kala dudaysa moqtay waxa loo baahan yahay dawladdu inay dul weyn leedahay oo dadkaasi dad Soomaaliye way dhageysato waxa ii sheeganayaan ay wax ka qabato hadii wax laga qaban karo oo muxuu ahaa la heshiyo oo sida dawladdu ku dhisanto hadda aniga adigu inta dirro markii aan la heshiisiyo qolo kale ay xanaaqdo haddii waxa weey qoladaasi laftigaad waxay xaq bay leeyihiin in la la hadlo leeyro maxaa ka xanaaqdeen ilaa adaa dawladdu dunki ka ah noo sheega problemka problemku markay sheegaan wax laga qaban karo in laga qabto saasan qabaanu zakri dadba waxay kugu eedeeyaan in aad ka sameysto mucaarad ka soo horjeeda wixii dawladda kale laga sameeyo idan macnaha hadii adiga dawladda ku jiri lahayd maal mucaaradeen miya wa hadda mucaarad baa iyaga muuqda maanta dhan waxaan leeyahay dawladda hala taageeray ma isaashna ku wadiyay ma hadda ana su'aal baan su'aal baa laga jawaabi karaa hadda mucaarad baa iyaga muuqda ilaa iyo dawladdi aad ka tirsanayd walaal waxa hadda waxaad akhriyaysay inaan wasiirkaas noqdo inaan wasiirkaas noqdo inaan wasiirka noqdo arta ah waan mucaarad ahayn wixii ka dambeeyay dawladdi ka dambeeyay waa ka qayb galay waxa weeye dawladdi lagu soo dhisay Nairobi kamid baan ka noqday xildhibaan baan ka noqday haddana waxaa la ii diray oo aan ka mid noqday afarta Soomaalida oo xildhibaanada carabta u matalaysa Qaahira halkaa markay marayso siyaasadda waa lagu diray Soomaali waxaanu isku qabannay ciidan ajnabiya ma ogolay dalkayga in la keeno xaq baana u leeyahay dhegaysa adiga fiiri qofkuna inuu wax mucaarado dembi maaha dowladuhu mucaarad iyo dowladdu ku dhisan yahay waddankan hadda xisbi mucaarada ka dhisan haddaan xisbigaas dhisnay dowladdu seebta yeelay anu hadda dawladdan jirta mucaarad kuma ay waa dugta laakiin waxaan leeyahay hadii wax qalloocdan waa sheegaya waxaas aan qalloocday baan leeyahay ee hal hagaajin taas marka mucaarad lama yiraahdo zakari waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka waxaad ka timid oo ka tirsan tahay Puntland asal ahaantaada iyo deegaankaaga meesha uu ka samaysan yahay Puntland waxaa ka dhacaya doorashooyin loogu dooranayo madaxweynenimada ma ka qaybgelisaa maya wax talaan hagaajisnaysa ha waana ka geysta talada waxa weeye meeshaasi waxay ka tirsan tahay qaranka Soomaali ka tirsan tahay anuu diyaar uma ahi wax qaranka hooseeyo hadaan xil qabanahay xil qaran baan qabanaya dadka halka degan inay nabad helaan inay muxuu ahaa barwaaqo helaan inay horumar helaan inay maamul goboleed fiican helaan dowlad goboleed fiican helaan raalli baan ka ah laakiin raalli kama ahi inaan anugu madax ka noqdo midda kale halkaasaa ka timid baa tiri anuu xamarna waa ka imid gaalka cayana waa ka imid garowna waa ka imid
بوساس واكا إيمد إكسماي واكا إيمد هرقيس واكا إيمد أنا وحنا آمن سنة هاي من نمسوا مالي قفكونا وحنا آمن سنة هاي اللي قمت ديدو وانا تري جرت من نمسوا مالي جيد وانا تري دونتا وايو وحا ترى دولد إي أمد دولد دات كلا دوان باسما يسنكر هاد دوان كان نشوهنا أفر دولد هل دولد أول وادوكتا سكوتلان محاليا إنجلان ويلس إي آيرش دولد مركي ربطي دونتا اللي ابن آدم باسميه لكن أمد مد دونتو أنه سيدا دبا أمد وحا سميه إلهي دولدنا دات كاسما يسنكر أنا دولدي وأنا قدمتي لكن أمد نمدي إلهي نمدي ولي واحي سنة ما ندومي كرتو أفكي باكمي ذا دينتي باكمي ذا لا شادي باكمي ذا كل ينحي حيال بانا سوى ما لنمد هو هل قبيل وحكا لو أجفوين مركز وقع تتكوكول مثلا وقبيل سوى ما كنياتي أمهارة وقبيل كنياتي سوى ما هدنا أنا كمي ذا يسن سيأو كمي ذا يسن قاربان اسكو الله تشدهين قاربان اسكو دين قاروا مسلم قاروا كريستان قاروا قاقاوين وحي يستان دينتا أفريكان لكن أنه كل جيو هل ديني هل مذهبي هل أفعي هل تفعنا قبيل لنا عن وحن قبيل كوشي يعني الديفينيشن كا ديكشنري هذا مركب في رسيد واتفوين قبيل ما قبيل كوا سومالي هل قبيل ما مركب أنا وتأسى أنا من سنة هاي سيد عدرت وحي هل كاكوه سيء مرة وين أنا وحكي نقول حال هذا دشرت والله يا بعد دولة دول كورن حكمت هذا يتم هذا إن جرو ولا يدرو عن غبرتورا كنقول أما دس جرو يدرو تانا غبرتورا كنقول بروبلم هذا تأسى لكن waxaan rabaa dawlad Soomaaliyeed oo midaysan iyo dad Soomaaliyeed oo mid halkaas xub ku jira halkaas nolosha ku jirta halkaas ba umadnimada ku jirta maya maamul goboleed iyo iyo governatore ee laba kala tahay Soomaaliya maanta waxa lagu heshiyay waxa jira federal federal ya ku heshiyay dastuurka ku qoran tahay dastuurka federal ya doortay dastuurka dastuurka Soomaaliya ya dastuurka ya doortay ya ku qoran tahay in federal fiiri fiiri wixii khaldan hadaan sheego mucaarad ba ilaada dastuur دستور سيدي سبا وإن دتك إسكاله أو كل رقم هيا كل جود أفتل أفتل وغا قاله مسوب توي سمرك مسوب توي أنا ماي مسوب توي سمرك وأو نهاية دروب تجت أوجد كم الجارو يا مرك ما علنتي دولة دسفة عن عقد دقته دتك الصومالية بلوي دين هيا إن فدرال أي نقدان بدك على فدرال كوا إن وشر حاوي وياي ما بنقاه هو في إنجليز وراضي ما هو ما فرح عرفه إنجليز عن كل ما نحن شلي بقى كم هذا حرفه هذا إنجليز قال وده من أي إيه كارو قالي وحنا نقرن ما كده من أي نمرضمي صدق حرف وفي إنجليز كقرن ما ولا شيء يكون ما هذا إيه جاي سادق صدق حرف وفي إنجليز كقرن يا ولا شيء يكون ما هذا أنا وحنا دور بدلها أنت أنا في إنجليز وحكو قرن هايو نك قبيلك قرن هي خير هي بالهاي هذا ولا شو أودن ترى ده ربنا خير بال إنك صور ربنا بال أي سن حقا إنه لورن تو إلى أي كلي على لورن تا ناو وحويه وحنا آمن سنة هاي 4.5 federal waxa soo dhan kuma dhalan Soomaali fikirkeed maaha waxay ku dhalatay meel yiraahdo Soodare ay ku dhalatay Ethiopia Ethiopian barnaamijka iyada oo tahay adar dhageysade adar markaan Soomaa soo qaad maxaa u jira roonis adiga fiiri Ethiopia samaysay shirkiya Soodare baa lagu sameeyay afkaana loo geliyay waa dad badan baa la aaminsiiyay mana anfacaysa waxay tahay mana qaana Ethiopia waa 78 qoomiyadood ayaga oo anfacaysa haday rabto dhowr sanayna qaadatay todoba sano ay qaadatay in dadka laga dhaadhiciyo oo malazana wuxuu ahaa madaxweynaha ku meel gaarka ah garanaysa ani waxaan qabaa marka dawladdan baa masuulka ah federaalka haduu yahay wax soconaya waa in ummada Soomaaliyeed afti looga qaado loona sharxaa wuxuu yahay laakiin afqabad barri markaan ku soo cunno waxaan ka tirsan waxaan dadko dhan ku wada tirsan markaan ku soo cunno oo barri jid xiran aan ku nimaadno oo madaxa ku dhufano isku leeyno soo burburan kale ma haade annagu mar dambe inaan isla marno mar dambe inaan burburano marno sababta kaliya oo aan lagu leeyso dagaalami karo lagu burburi karo waxa weeye wax la wada og yahay oo qof kasta garanayo oo wiilka geel jiraha loo sharxay oo uu fahmay oo raali ka yahay baa lagu socon karaa dadka intooda wax kale lagu socon karaa waxaan ku cadeynayaa Zakariya adeeg ma ku hayaa Zakariya ما أفترى هكذا قادوا هذا كان تولى بدانه نمبر كلا ما بجس كلام يمكن نبجس النمبر فوري برلمان كا وحير ذكر يدق السؤال شو صوت برلمان كا دلك الصومالية دتك كتر سن وحين بتلان مالي كلمة دل أما صوت دورت قبائل أما يين صوت دورن قبائل أما صوت دورت أما يين صوت دورن وحين بتلان قبل الذي كلمة دل مين أهم دت كيبا أنت عطلو قاضي فدرالك لو كان كمل جاركي أو قلاضي كمل جاركي فدرالك
هذا كمال قار أوكي ما أنا كمال قار وحبك ما قبوا ما كمال قار وحبك ما قبوا هدو كمال وحنا كويري كمال قار وحبك ما قبوا بلا وحنا وحكي قبا كمال قار كي اللي يورس ميايو ما اللي يورس ميين كرو وإن لو يديا شعب الصوماليات وحاي ربان إلى أن تأسن كمال قار هندونا يا كمال قار كويت تأسن برلمان لا دورتي مركي أو دتك الصوماليات دورتين أو بالات بوكس وو دورتي صندوق وو دورتي مركو يما هذا وحيده كلام برلمانكو هلو عليو أفتي دتك فيري برلمان سيشرع يالله سو دورتي سيستم كودن كما بدلي كران إلا أفتي لقاد هذا ودن كران شوغنو وهذا هاي إنو يقلان إيو دا أفتي بالله قادي دولة دقان كما قارن إنه يهدى كبحان إنه يهدى كبحان وإسلام 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 وكذا إنه يهدى كبحان أفضل الله قاضي ورد نحن قلنا يا زكريا إن رد نحن قلنا دمعه برلمان كان لوعليا إيجا صوق هذا أم سودي ده وحيالها 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 سهلوي وحيالها دلك هل لوعلي اللي مرنا بوقت زكريا ما يا فيري وحيالها أساسية وحيالها أساسية ومستقبل كدلك وأساس كا برلمان ككليج وأنك مجاره زكريا وسوق بيا نعم كجمهور يا مكتبنا دان هذا بقرطوي ما نقولنا برلمان كم جاري كرو قوان مجاري سوماليا ملك الشبيه أو تندول الملوقي بيا برلمان كم جاري كرو ما هكباس تقولي يا ما تذكر سوماليا بس كلا هدان كلا قاينو أيه على ويدينا يا هدان سكون نقولنا أيه على ويدينا يا هدي فدرال رسمي نقولنا أيه على ويدينا يا هدي وين ما قف يعود كيس بكرة هلا ينقول إسا برلمان كي يروح كوي ميت هدا عن لصوت دور إلا صوت دور إنه odiyal ay keenan soo xaqiraysba waxa rabaa inaan fikriye waxa tiri hadii gobernator la iga dhigo garaway oo dawladda ay dawladda rasmi jirtaa oo dawladda rasmi jirtaa waxa noqon aya tiri ama dadka degan ay ii doortaan baan ku yiri dadka degan hadda inaad u sharaxdo ku doortaan waxa u diidantahay waxaan ku diidanahay nidaamka hadda lagu dhisan yahay oo hadda jira oo maamulada gobolada ku dhisan yihiin ma ahan nidaam dawlad dhexe ay u ka dhaxay ma waa nidaam qol walba madax banaanta قالوا البعض ماذا حبنا؟ مركا أنا وشفتي إذا أنت كن نقضه ماشان شيء يصير أنا دكت كي قاعد جن أو أن كواب ترصده تكون نقضه كل يوم بان ماذا حيدين نقناها يا سواء ما لنا واقع قصتي وحي برونيسا لبعتن كي سنو دول اللي أنت هاي سيدان أصول نورا أو هاي وأنا هاي رجيس هذا روك هذا هيك هذا كم قوس واقع قصتي كمادين واقع قصتي كمادين وحن كوي نظامية ماذا حبناهم وي وكم ماذا حبنا دول تده سواء بنتي أوكي anu waxaan rabaa dawlad Soomaaliyeed oo dhan oo dalka dhan xukunta inaan ka midahay hadii dawladdaas maamulkeedu yahay federal fine hadii oo lagu heshiiyo dadku heshiyaan hadii maamul baahsan oo sida hadda waddankan aan joogno magaalada hadda Birmingham booliskeeda dadka doorto dawladdu ma doorto maayirkeeda dawlad dadka doorto sidaas oo kala diyaar baan u ahay maqaysa anigu waa federal ma ingiriis federal ma waxa la yiraahdaa نظام كفرفرن أما بحسن بالير هذا ااا في إنجليزية واحد الوير هذا decentralized system of governance الوير ذكرية مركا تاسوا مدة برامج هالسوق عندنا وقت جاني ورد ماذي محاط طلع هو دوسو جديد نساء وما تقدر دعوني السوق وياي ترى مركا هي قد حق لنا عن محوها ذات سؤال شيء وديس إنت كتشوا بي وحوي ورد ثلاثة كواد وحوي ذات قصوى ماليات لبتي كان أحد عضي anu malihi hala ilo laakiin waxaan leeyahay si loo noolaado inta nool iyo inta soo socota iyo xuruuraha ay u sii noolaadaan xasuusta ma xirirshay tirada Soomaalidu si loo caymiyo yaan loo booyin wax la soo dhaafay waxa la soo dhaafay hal laga heshiyo dawladda Soomaaliya tabar haye iyo san tabar lahan si aanu minnimo u helo oo aanu u helo nidaam rasmi ah hala taageero ayadana xilka saaran ha ka baxdo واجبات كسارن ولا جربه وشعب الصومال يتكربه هكبح وارمي سد وركاه تاس واقض هدينا نسائل فرصة ذي بدنا وأنا سسور دافني بعيد رافي دونا وبابي دونا هذا وبرسنا لكن أمد هم بان وباباينا أمد هو وين ونجا هو وين باباينا من كأرملي هذا هو صدني شنا فرت المليون وين تريد يتوب يا قاتي يا قرني سيد يتوبنات جرانيسا وهايو ما يسن لهين دولت saasiyo ku dumayn doona qaar kiin ya qaan doonto qaar toobiya qaan doonto qaar beeshir baan baadayaan halkaas aan ku dumayn doona waxa weeye hadda 23 sano aan jiray adduunku inta ma inta horumar uu la gaaray oo inuu ka haray yani for example markii dawladdu burburtay internet ma jirin
بحال كان إنترنت كهذا دون كنا نستعمله مشرين موبايل فون مشرين مغلسة محل يراه هذا نانو تكنولوجي مشرين دال الكوري واحد لقاري بني آدم حيوانات كوني من القصة معيو وحسست على حد دال الأورنجري يعني وحال القصة هذا حول أن عادهم بعدون قصة هذا لقاله ماشي لقاري وقت وحاسو دموعنا دافعيا هذا ما أنت دولة هان هين ميل بنك لقب سنة هين دولة هدرس كه أنا يا كهر مرسلين ما أنت رامرك أدني روبي تكتيد أربورة هذا وعرقتي ترك سوق سقيني وعرقتي لامير هذا وعرقتي سدح سنة نكوينه أدي سبوا وعرقتي خليجك كل ودوا كل ودوا تون تون سنة نكوينه وح كلامها ديفرنس أنا كل شيء وهجانك وسوكوبيا هجانك ويه وحال ربعاتك الصوماليات هجانك وضني جاء أو حقبنا يعني تاجران هدوسن حتى قبل كساحين هجانك أو حقبنا يعني ومدك للجينية وهذا الله دنق دنقنا هي دتك معلوم الب دتك كل قيبنا هي يعني التاجرين ولك هدوية هاي وهي المهاجي يوم مستقبل كاجي يدتك هاي صوماليات بوحد ما يكاس دتك وح كلا هي هذا وحوي هجاميال أن كوها بونين مغلسة إنتو هذا بدن أنو مقبو نين صومالك أف صومالك هاللي أما هرقيسة هاتشوغ أما حمر هاتشوغ أما بروسة هاتشوغ أما قروه هاتشوغ أما كعي هاتشوغ إنتا تتاقو إنا نقدي سببه كوليسو هشيو أما أنكرا كوليسو هشيو أما لنو كوليسو هشيو أرين تاسي حراموي وحالوب باهي هاي إيكادي وحانو نين وحيسة عدا يستانا نين نتبقى بضل إلا يكلي أنك بقى وحالوب باهي دادك الصومالية هكو ده هاللين دل كودة قريوه ده هكو ده هاللين عشان تو ده هكو ده هاللين منك ما لحظة حلنا هكينين نين كان حل ومده أكينين هيسكتبو متاسان شدو بيجي عندو ما فلتان تاوي يعني تاوي حينا قلنا ما ذي برنامج كي جار كاها رفضعنا وها برنامج لفحانينا وحادنا توقين فيدنا واتقدام دوتان ما انتنا وحا مرتئنا وقوها دور زكريا محمود حاج عبدي تان ايا انت ان برنامج كرمد لما دكوكو مدونا وانيقوها محمد علي احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.